اشتهرت اليمن منذ القدم بصناعة الفضة وصياغتها بأشكال ونماذج مختلفة، وتحظى فضيات اليمن بشهرة عربية وعالمية واسعة نظراً لجمالها ودقة صناعتها وتعدد فنون صياغتها، محتفظة بعطر التاريخ ورائحة الأصالة. كما تعتبر صناعة الفضة من الصناعات الحرفية الأصيلة التي تعكس الوجه الحضاري للبلاد وتؤكد تمسك الإنسان اليمني بجذوره العريقة. وكانت الفضة اليمنية واحدة من أبرز المنتجات التقليدية الجاذبة للسياح الأجانب الذين يفضلون اقتناء الأساور والقلائد والأقراط والسيوف والجنابي والمباخر وغيرها من أدوات الزينة. وهذا يعني أن استخدامها لا يقتصر على زينة النساء فقط، فالرجال أيضا يزينون سيوفهم وجنابيهم بالفضة. وللفضة أنواع متعددة، أشهرها هي الفضة البوسانية، وتليها الفضة البديحية، ثم الفضة المنصوري والزيدية. بالنسبة للفضة هي نوعين، يعني تجي فضة القديم البوساني والمنصوري والزيدي، تمام، بس لها نوعين منهم، تجي فضة نظيف وفضة تسمى يعني ضعيف مخلوطة ما تجي صافي، ونوع قديم برضو يجي بس مش فضة، يجي معدن. الفضة النظيف لها مسميات معروفة يعني بشكل عام، الفضة البوساني والبديحي، هذه رقم واحد، وبعدها الذي يجي الزيدي والمنصوري، هذه تجي فضتها ضعيفة أو مخلوطة. أما عن أهمية الفضة اليمنية فقد كانت تتبوأ مكانة سامية كرمز للثراء والقوة والجمال، وذلك في العصور القديمة. كما كان اليمنيون رجالاً ونساءً يحرصون على ارتداء الحلي والجنابي من الفضة في جميع الأوقات والمناسبات، وكان الرجال يمنحون زوجاتهم مهوراً منها، لأن قيمة المرأة ووجاهتها تتوقفان على كمية الفضة التي تمتلكها. أهمية الفضة بشكل عام في اليمن لها أهمية من الدرجة الأولى بالصفة، يعني هي أصبحت الذهب الأبيض منذ يعني الزمن الماضي وإلى وقتنا الحالي. آونة القديمة كانوا يهتموا بمصوغات النساء بشكل عام، مثل العصبة والمعاصب والمشاقر واللبيب، ويعني الضقمة الحرية بالمعنى كامل، متعددات الأشكال مع الخلاخل مع الأساور مع كل شيء، مع العقد سمى عقد الوالدة الذي يوضع عند المرجان وغيره. كذلك في الآونة الأخيرة يعني في العصر الحديث أصبح الآن شهرة وأكثر إنتاج وبيع في الخواتم بشكل عام. الفضة اليمنية عبق التاريخ، عبق التاريخ اليمني، فاليمني مشهور بارتضاء الفضة كحلي وأساور، النساء والرجال كذلك. ومن مميزات الفضة أنها تعطي لون رونق رائع المطر، فأنا أتيت من عمران اليوم لأكلني عسيب من الله مطيب الفضة. وعن جمالية صياغة وتشكيل الفضة اليمنية، فهي تصاغ بحرفية عالية جدا وبأشكال متعددة ومتنوعة في قمة الأناقة والجمال، حيث تعج محلات بيع التحف والفضة في الأسواق اليمنية بمئات وآلاف التشكيلات الجمالية الجاذبة والآسرة، كعقود الصدريات الفضية المطعمة بالمرجان أو الأساور والأقراط والخلاخل والمباخر، إضافة إلى استخدامها من جانب الرجال على مقابض الجنابي أو خواتم العقيق وغيرها. وبعد حالة الركود التي شهدتها أسواق الفضة تعود للنشاط من جديد، حيث يقبل عليها الناس وخصوصا فئة الشباب الذين وجدوا في هذا المعدن النفيس ما يلبي أذواقهم العصرية بطريقة تجمع بين الحفاظ على الأصالة والموروث وبين مواكبة الذائقة الفنية المعاصرة.